أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحرمت بالعمرة وكنت قد تركت الإحرام من الميقات والسروال قصير، فما حكم ذلك وماذا يجب علي؟ أولا يجب أن نعلم أنه لا يحل للإنسان أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا أن يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها لمن أتاها وهو يريد الحج أو العمرة. ثانيا، إذا فعل الإنسان هذا أي تجاوز الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج أو العمرة فإنه آثم، عاصٍ لله ورسوله، وعليه عند أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا جبرا لما ترك من واجب الإحرام، حيث ترك واجبا في الإحرام وهو أن يكون الإحرام من الميقات. نعم.